أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإن الفجار لفي
وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله صل على النبي. وما وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله. الله ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والشفع والوتر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر.
قسم بريح ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا الله العظيم.